بدي رحب معنا باستوديو عالم الصباح بالفنان جوزيف ابي ظاهر. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. لعبه الالوان رح نحكي عنها بشكل مفصل، بس حابين قبل ما نوصل الى هالمعرض يلي رح ينطلق بكره، يلي رح بيكون احدث معرض لك، نحكي شوي عن الفنان جوزيف ابي ظاهر، يعني هالرحله هيدي طويله الامد مع الـ الالوان، كيف تطورت؟ ما رح نحكي كيف بلشت، بدنا كيف تطورت يلي هي يمكن اهم جزء تواحد يقدر اليوم يحكي عن رؤيه جديده. تطورت مع الوقت طبعا، مع التجارب. اشتغلت كثير على حبر صيني، اشتغلت بالقلم الرصاص قبل الالوان. الالوان هي مثل كل ولد بيطلع على الحياه بحب الالوان. صح. علمنا اولادنا وتعلمنا نحن نحب الالوان. هالالوان هودي بياخذوا للشخص الى عالم جميل جدا، هو بيشوفه غيره يمكن ما يشوفه لانه هو متعلق فيه. هالمرحلة هيدي بعد هالعمر والسنوات والتجارب اللي مرقت فيها، أنا حبيت أني أرجع إلى طفولتي بلعبة الألوان، وتكون الأعمال اللي معروضة بسيطة، ما يكون فيها كتير ديتاي، يعني تفاصيل كتيرة، إضافة إلى أعمال بالحبر الصيني. وأنا بعتبر أنه الحبر الصيني كمان لون، ما الأسود كمان لون طبعاً. لون أساسي. هون كثفت اللوحة، اللوحة الصينية مكثفة كتير، بينما اللوحات هذيك فيها كتير بساطة، بس فيها رسم، مش أنه ألوان بس بدون رسم، لا، معتمد الرسم اللي لازم أعمله أنا الأساسي. هاي تجربة جديدة أنا عم فوت فيها هلأنية. أوكي. بعد المراحل اللي مضت مرقتني بس كثير بسرعه على المراحل الماضيه، يعني انا حابه اعرف هالمراحل هاي، كيف واحد يعني بين لبنان وبين خارج لبنان، واشتراك الفنان بمعارض، قديش هالامور بتتغير براسه، قديش يعني بصير في تاثيرات اخرى على طريقه الرسم، على اختيار الالوان. مرقت بمرحله كثير كبيره انا بالرسم التنقيطي. بوينتييزم، يعني برسم بورتريات تنقيط، يعني هالمرحلة هي أخذت كتير مني. هلأ بهالعمر صار النظر ما عاد يساعد 100% أنه واحد يرجع لهالمرحلة، إضافة إلى الخلفية السقفية اللي أنا عايش فيها، أنه أنا 52 سنة صحافي، أنه هالمهنة هي وصحافي بس سقفي، ما اشتغلت شيء ثاني الا بالبدايات، اشتغلت مدير تحرير، بس حياتي كلها كانت الاتجاه الثقافي، يعني تابعت كل الحركات التشكيليه، الفنون، النقد، كل هالمراحل هذه، هي اغنتني انا اني كمل بهالمجال. طبعا الرسام بيتطور مثل ما حتى الاسلوب الكتابي بيتطور، اسلوبي من 50 سنه مش اسلوبي مثل اليوم. اي طبيعي، طبيعه الحال. هل يعني قديش اذا بدك الطلب من الناس او السوق بياثر اليوم على الفنان؟ ما فكرت فيه، ما فكرت ابدا. انا عم بفكروا صاروا بهالنقطه، انه انا اوكي بمرحله بعمل اللي انا بحبه اللي انا بدي اياه، بس اوقات ما عم تنبيع لوحدي، ما بالنتيجه انا فنان بدي اعيش. انا مهنتي بعدها مهنتي صحفي، بعدني كاتب. فاذا انت فينا نقول من الفنانين القلال يلي كان في لهم هالفرصه انه يكونوا حرين لهالدرجه. انا حر بقالي 10 سنين ما عرضت، انا عم بشتغل كتب وعم بشتغل لثلاث جامعات، عم بعمل لهم مؤلفات. انا نشاطي التاليفي اكثر من نشاطي كرسام، يعني الناس بتنسى مرات انه هذا كاتب وشاعر، يعني الرسم بيجي درجه ثالثه، بينما بالنسبه لإلي لا ابدا، انا وعم بكتب بخربش وبحط على جنب وبتسلم، ماني بعيد، ما قطعت الرسم، انا ضليتني عايش فيه، ولكن مش تأعرض، بهمني انه يحبوا الاعمال الناس، بهمني انه يقدروا هالاعمال اللي انا شغلها، يعني في تجربه، كل مرحله بيجي معها تجربه يعني عند الفنان. هلا البيع كثير كمان منيح، كمان بيشجع اكثر انه هالفنان، لانه في كلفه، انه هالمره انا عندي برونز، عامل منحوتات برونز، كنت اعمل منحوتات خشب، يعني الخشب اتكل على تعبي بس، بينما البرونز هون في كلفة برونز، في يعني في ثمن للكلفة اللي موجودة. ان شاء الله يكون في بيع، بفرح يعني، بس انا بفرح اكثر انه هالناس يقدروا العمل،
يعرفوا انه انا تخطيت المراحل السابقه وعملت اشياء جديده، يعني في تطور بحركتي او بمسيرتي الفنيه. العشر سنين يلي حضرتك ذكرت انه ما حبيت تعرض فيها، هل هي كانت يعني مقاطعة؟ كثافه شغل؟ نو، كانت كثافه شغل فقط، كانت كثافه شغل. عندي كثير شغل، كان صحفي كنت عم بشتغل بمهنتي ضمن مكتبي، مجلات للعالم العربي، كتب، تأليف للجامعات، ارتبطت بالكلمة أكثر ما ارتبطت باللون، وأخذتني يعني بمرحلة كثير. بس ما نهيني أنك ترجع تاخذ القرار وترجع على اللون. عادة يعني واحد بيمرق ثلاث أربع سنين على الشغلة ما بيكون موجود فيها بينساها كليا، فكيف عشر سنين يعني؟ ليك اللي بيتابع الحركة التشكيلية بالعالم، يعني بعدني كأني أنا عايش الحركة، أنا بقرا كثير بعدني، رغم كل التعب وكل التعدد اللي أنا بشتغل فيه، بعدني كل يوم بقرا ثلاث أربع ساعات بعد الظهر، قبل الظهر من الثمانية ونص للوحدة شغل لإلي للأشياء المطلوبة مني. بعد الظهر بقرا فترة طويلة وبدون يعني افكار وبدون نقد وبدون اشياء، ما باخذ الكتاب بقراه بدون ما يكون في قلم وسماع حد مني عم بكتب شو عم شوف شو عم لاحظ شو وين تطور عند هالكاتب، وبقرا تقريبا كل شيء طبعا ما عدا السياسة والاقتصاد. اريحه. انا بعيد عن هالمناخ، انا اقتصاد ما لي علاقة وعلوم ما لي علاقة فيها وسياسة ما لي علاقة فيها. على كل حال رح نشوف كمان ونجرب هلا نشرح شوي عن اللوحات يلي عم نشوفها، اذا فيك تشرح لنا الافكار يلي مطروحه. هي هالبيوت الكامله هيدي من مرحله قديمه. اوكي. يعني رجعت نفذتها بشكل كثير جديد، كثير انا اهتميت بالبيت، انا اعتبر البيت مش انا، كل الناس بيعتبروا البيت هو اول الحضاره. صح. لما الانسان نقل من الكهف الى البيت بديت الحضاره. البيت شغل كتير مهمه، هون عم شوف المدينه صارت كتير مضغوطه، هذا الحبر الصيني. الحبر الصيني بيتضمن اكثر من موضوع باللوحه الوحده، في رمزيه كتير بهالشغل هذا، هون بيلعب الشاعر دور بهالمرحله هيدي، فيها الشفافيه وهالدقه وهالمتانه الريشي اللي عم بشتغل فيها بتبين من خلال الاعمال بالحبر الصيني. نعم، رح نتابع كمان نشوف بعد لوحة أخرى، لأنه كمان بعدنا كمان بالحبر بعدنا الصيني. بالحبر الصيني، بالحبر الصيني طبعا من الحياة، يعني هاي صور من الحياة أنا بعتبرون. يعني شو أنا بشوف بحاول أني أرسم. بتجرب أنك تحط مواضيع ضمن شعرك تختلف عن المواضيع يلي باللوحات، تختلف عن الشعر يختلف، الشعر عنده عالم خاص. مش أنه بتجرب نفس الموضوع تعبر فيه شعرا وترجع تعبره بلوحة. ممكن. بس بالإجمال هاي مش معروضة بالمعرض. هيدي مش معروضة، هي ما بعرف كيف وصلت لهون. هل الرسوم هيدي هون الناس الهجرة، يعني أنا هون راسم الهجرة، كيف الناس رايحين، يعني هون في تبسيط للمواضيع بقيت بصلب الموضوع، موضوع الهجرة، موضوع الهجرة اللبنانية شو هاجر منهم بزمن الحرب هي وبزمن حرب الـ14. صح، الهجرة صح. كانت موجودة على طول بحياتنا نحن وبحياة كل الشعوب، دائما الشعوب ممكن الهجرة تزيد ثقافة عند الشعوب وممكن تنهيهم، فيها تكون طوعية وفيها تكون طبعًا. يعني بشكل نادرا ما تكون طوعية، يعني رايح من هون مزعلان لأنه رايح، ما حدا بيترك بيته وأرضه وعائلته وأصحابه، في مخزون من الذكريات دايما ما بنلمسه نحن، بس صاحبه بده يتوجع مرحلة طويلة كيف بده يقدر يتخلى عن الذكريات، بيروح لهونيك بضل في شيء كتير منه. حقيقة امتعتنا بحديثك، اهلا وسهلا فيك. خلينا بختام بس اللقاء انه نذكر بكره افتتاح المعرض بجاليري اكزود. أيوة. اي ساعه؟ الساعه 6 عشيه، باقي ل 18 الشهر لكل الحابين يتوجهوا لهونيك ويشوفوا اللوحات. اهلا وسهلا.